اليوم الصبح ودي اطلع من البيت على الشغل، مديت ايدي على علبة هالمحارم وسحبت محرمة، طويتها 4 طويات وحطيتها بجيبتي، يعني محرمة كلينكس. طلعت كبت بسيارتي وانا صاففة بهالشمس، لقيتها شوب كتير. رحت على الشغل بهالطريق، شوبت عرقت، طلعت المحرم من الجيبة ومسحت فيها شوية هالعرق من على جبيني، كم نقطة هيك. طلعت بهالمحرمة لقيتها ما فيها شي، يعني كم نقطة. طويتها بالعكس وحطيتها، رديت بجيبتي، كملت هالطريق، وصلت على هالمكتب، حطيت اجر على اجر وقعدت برا المكتب عم بشرب هالقهوة. دلقت لي شوية قهوة بقلب صحن الفنجان، ما عجبني منظره. طلعت هالمحرمة من جيبتي وفتحت الطوية من جوا محل ما نشفت العرقات، ونشفت هالكم نقطة قهوة اللي نزلوا بالصحن. طلعت بالمحرمة لقيتها لساها، يعني ما فيها شي كتير. خليت هالوسخات من جوا وطويتها لبرا، من برا نظيفة ومن جوا صارت محل ما مسحت فيها، ورجعتها لجيبتي. قعدت عم بشتغل بمكتبي، اجتني عطسة، عطست بس ما كانت قوية هالعطسة. طلعت هالمحرمة من جيبتي ومسحت فيها شوي هالعطسة، ما فيها شي كتير، عادي يعني. طلعت بالمحرمة لقيتها، بتعرف يعني المحرمة هي من طبقتين عادة، فتحت المحرمة وقلبتها على الوش التاني وطويتها، صارت شكلها نظيفة، ورجعتها على الجيبة. قلت لحالي لسه بتحمل يا عطسي يا عطستين. طبعا هلا انتو عم تقولوا لا ما شو جربان، لا سيدي مو جربان. بس هلي ما بتعرفوا انتو انه نحن جيلنا بيقدر شو يعني محرمة كلينكس. يمكن انتو ما بتقدروها هلا، يمكن اهل الشام هلا وسوريا كلها صاروا يقدروا شو يعني محرمة هلا، لانه ما عاد في عندهم شي بقلب البلد. على ايامنا كنا نوقف بالدور على المؤسسة الاستهلاكية من الساعة 7 الصبح قبل ما تفتح للساعة 2 الظهر قبل ما تسكر، لصح لنا علبة محارم.
بس ناخدها على دفتر العائلة. تصوروه علبة محارم. ايه علبة محارم، لا تستغربوا، على ايام المقبور حافظ الاسد كانت علبة المحارم ثروة، كانت البلد كلها تدورها من اولها لاخرها ما تلاقي فيها علبة محارم، حتى كانوا الناس يهربوها تهريب من الاردن ومن لبنان. علبة محارم تهريب، ايش هو هالبلد الفظيعة هاي حتى نهرب فيها علبة محارم؟ لأنه على أيامه ممنوع الاستيراد سيدي، حتى علبة المحارم هي من الكماليات. شو الحكي، حمتك محارم انت برجوازي، يعني شي شغلة. بينما هني هو وجماعته تلاقي عندهم كل شي، بس الشعب ان شاء الله عمره ما يكون عنده شي. علبة المحارم هي برجوازية، مسلح بالكم حبيبي، مسلح بالكم. هذا المحارم، فما بالك بقمة البرجوازية انك يكون عندك علبة سمنة. علبة سمنة ما تستغربوا، كمان السمنة لازم نوقف بالدور وصحلك بالشهر علبة سمنة للعيلة كلها، كل العيلة تأكل علبة سمنة بالشهر، وبدك توقف على المؤسسة وعلى دفتر العائلة. كمان الرز، كمان السكر، كمان الشاي وغيره وغيره وغيره. هذا العز اللي كنا عايشينه على أيام حافظ الأسد. هذا الكلام استمر له شي 14 سنة 15 سنة، ما كنا نعرف فيها لا الراحة ولا الرفاهية ولا شي. كنا نقضي نص يومنا ونحن على المؤسسة، شو عم نستنى دورنا لناخد علبة محاري ولا علبة سمن ولا كيلو رز ولا كيلو سكر. لا والأنكى من هيك انه ما بتلاقي غير بيطلع لك بهالأخبار في التلفزيون السوري مثل هلأ، تمام ما تغير شي نهائيا. يعني على قولة المثل، نفس العضة ونفس الكلب. كان يطلع الإعلام السوري يجي يصور، والله شو عطوا واحد جاي يلقطوا واحد من الشارع، خد خد هاي علب سمنة، يحملوا علبتين، وقف هالتلفزيون يصور فيه، شلون خدت سمنة؟ ايه والله في ومتوفر ومليان وما كل شي عنا وما في شي، وشو هالحكي وما في أزمة وما في شي. طبعا هذا بس يخلص التصوير بياخذوا منه علبة السمنة بيطرقوا كفين بيقولوا روح يلا مليح الله معك خلص التصوير. يعني هذا اللي بتعلق بأساسيات الحياة. بس أحلى شغلة كان إنه كان السيارات ممنوع استيرادها منعا باتا باتا نهائيا. فمرة من هالمرات ما بعرف شو طلع براس هالحكومة وقالوا بدنا نجيب سيارات للشعب، ورقدت هالعالم روحوا سجلوا بالدور على ما بعرف شو اسمها شركة سيارات، مدري مؤسسة سيارات، روحوا سجلوا بالدور وادفعوا دفعة للسيارة اللي بدها تجيبها الحكومة. طبعا انت بدك تروح تدفع دفعة وانت ما بتعرف شو السيارة اللي حتجي ولا بتعرف شو السيارة اللي حتشتريها. حطوا عالم دفعات ما بعرف قديش كم ألف، واستنوا سنة تنتين ثلاثة أربعة خمسة، بعدين طلع عليهم قرار تعالوا ادفعوا الدفعة الثانية، قربت السيارات توصل. رقدوا هالعالم دفعوا الدفعة الثانية وردت غابت القصة سنة تنتين وثلاثة
وبعدين قالوا ها اجت السيارات، تعوا يا حبيبي استلموا سيارات، وركضت العالم بدها تستلم سيارات. جايبينهم كانوا سيارات ميتسوبيشي وسيارات مازدا، ركضوا العالم ليستلموا السيارات. اي سيدي هاي السيارة في إلها مراية من على الجنب الثاني، يعني مو بس مراية الشوفير، هي مراية إضافية، هي رفاهية زيادة لك تدفع زيادة. نعم المراية شغلة أساسية بالسيارة سواء يمين ولا يسار، بس مو عنا هذا الكلام حبيبي، نحن عنا رفاهية، هي اسمها رفاهية. على اليسار انت ماشي كشوفير بتشوف بمرايتك، انت حر، المراية التانية بدك تمد راسك من الشباك التاني، شو على كيفك الشغلة، بدك تترفه وتتطلع بالمراية بدون ما تمد راسك بدك تدفع مصاري يا حبيب قلبي. انت بعدين شو الى قفل مركزي، اوف شو قفل مركزي، يعني ما بتدور بتقفل البواب باب كبسة زر بتقفل كلها، يعني هي رفاهية كتير زايدة، كمان بدك تدفع زيادة. وبظوا من هالعالم مصاري وهالعالم مساكين تركض تدفع تدفع تدفع. صار حق السيارة 10 أضعاف حق الطبيعي، وركبت هالعالم سيارات وانبسطوا. وشو يا حبيب قلبي بعد 10 سنين ما شافوا سيارة جديدة بالبلد صاروا راكبين سيارة جديدة، طبعا على علمه انه هي جديدة بالنسبة لهم، بس برا الله اعلم قديش صار لهم قرضة هالسيارة. مع ذلك العالم انبسطت فيها وشقرقت، اوف راكبين سيارة حديثة. هلا كان احنا على علمنا انه نحن بلد الصوف والسجاد والغزل والنسيج، في عنا مصنع سجاد، عن عدة مصانع من المفروض يعني. هلا اذا بدك تشتري سجادة بدك تروح تسجل بالدور، واذا بدك تسجل بالدور تروح تسجل سلف تدفع سلف وبتغب لك سنتين زمان، بعدين بينادوك بزتوا عليك سجادة، الله اعلم شو بتطلع، لونها عجبك ما عجبك، قياسها منيح مو منيح، هذا اللي اجاك خدها واضحك بعباك، احسن ما يعرضوها ويعطوها لغيرها وتستنى لك سنتين ثانيات. لك هي السجادة، يا سبحان الذي خلقهم، يعني ما خلوا شي لهالعالم يفكروا فيه انه هن عايشين، صار الواحد بس همه يرقد يأمن بس اللي بده ياكله واللي بده يشربه واللي بده يفرش في بيته، ما تفكر بشي. عرفتوا ليش كنا مقبورين 40 سنة ما عم نفكر بالثورة؟ لأنه عم نفكر بس بلقمة الأكل. بس يا ريتنا ما فكرنا بلقمة الأكل، لأنه هاي موتة وهاي موتة. Thank you.
الخير.